اليوم رح نحكي عن موضوع كتير مهم وهو توعية عن السلوكيات الخطرة، لأنه موضوع فعلا متعلق بكل الشؤون اللي بتصير بخلال أيامنا اليومية بالمجتمع. ولهالسبب اليوم حبيت ركز على هالموضوع، لأنه منتور أريبيا عم بتقوم بهالنشاط هالمرة مع نادي روتري بيروت سيدرز، واليوم معنا ضيفين لحتى يخبرونا أكثر عن هالموضوع اللي رح يصير إن شاء الله ب 15 أيار بخلال هالشهر بالإيو. اليوم معنا أنطوني أبو زيد وهو مسؤول البرامج والنشاطات والمشاريع بمنتور أريبيا، وأيضا معنا السيدة ريما خلف رئيسة نادي روتري بيروت سيدرز. أنطوني وريما صباح الخير، وأهلا وسهلا فيكم معنا اليوم باستوديو عالم الصباح. فعلا موضوع كتير اساسي. هلا انا منتور كتير عزيزي على قلبي مثل ما كنت عم اقول له قبل شوي، لانه اصدقائي من زمان ومشتغل دايما معهم، يعني حتى على الصعيد الاعلامي دايما متابعه معهم بكل شيء له علاقه بالسلوكيات الخطره، لانه التوعيه هي بالدرجه الاولى هي الاساس، واذا واحد ما اشتغل من الاول مصيبه بتصير لما بتكبر بعدين. بقى رح بلش معك هالمره ريما ونحكي شوي هالتعاون اللي عم بيصير هلا بيناتكم، صار لكم 5 سنين تقريبا عم تتعاونوا مع منتور أريبيا، نحكي شوي عن هالنشاط اللي رح يصير هلا بالتحديد. هيدا النشاط نحن قررنا نعمله لان هاي السنه الموضوع تبع سنتنا هو السلام والمجتمع والشباب. بقى طلبنا من منتور أريبيا انه نعمل حملة توعية بالمدارس كلها بكل لبنان من الشمال للجنوب، وتوعية للنزاعات لحل النزاعات وللسلام اكيد. وطبعا نحن بنعتقد انه لما بدك تشتغلي بمجتمع بدك تبلشي من الصغر، من الأسر، العلم من الصغر كان نحتي في الحجر اكيد. بقى مشان هيك عملنا عدة توعية بعدة مدارس وكان شيء كتير حلو. وبعدين بس خلصوا طلب منهم أنتوني انه يرسموا رسمة بقلم رصاص يعبروا عن السلام عندهم. وفي شغلة كتير حلوة جماله يمكن أنتوني بيحكي هلا، هو رح يخبرنا بالتفصيل عن الموضوع. ايه انه الجمال اللي كان عم بيعطيه هو انه كان كله تفاعل مع الولاد، كانوا كلهم عم بيتفاعلوا مع بعض. ونحن كروتري مثل ما بتعرفي يعني بنشتغل بسبع مواضيع مهمة جدا، اللي هي المي والمرأة والطفل والسلام والمجتمع لازم نتذكر ما بيأثر، تذكريون على مهلك مش مشكل. رح سلم أنطوني هلا شوي اذا هيك لحتى نحكي شوي عن هالنشاط، يعني مثل ما عم تقول ريما انتشار، يعني عم تجربوا تغطوا اكبر عدد من المدارس، لانه التوعيه اساسيه مثل ما قلنا من هن وصغار، لحتى اوقات الاولاد هن بيصيروا بيقولوا للاهل، يعني حتى بيصيروا هن بينتبهوا على امور صغيره بيكونوا الاهل اوقات عم بيغضوا نظر عنا. بقى هون بدنا نحكي شوي كيف توجهتوا لكل هالمدارس، واي اعمار اكثر شيء حاولتوا تسلطوا الضوء عليها، يعني او تركزوا معها اكثر شيء بمحاضرات التوعيه اذا فينا نقول. اوكي، نحن كمؤسسه بنعتمد بنشاطاتنا على نشاطات تفاعليه وتشاركيه، بس نستهدف كل الفئات العمريه، يعني الاطفال الشباب والاهل. هذا النشاط كان مركز مع الشباب، يعني الاطفال اللي عمرهم بين 14 و18 سنه. فهدول الأطفال بالمدارس استهدفنا كل المحافظات بلبنان، يعني بيروت، جبل لبنان، جنوب، شمال، وبقى عملنا مدارس بكل هذه المناطق اللبنانية. وكانت الجلسات هي عن conflict resolution و peace building. هدول الموضوعين الأساسيين كنا عم نستهدف فيهم هدول الشباب من خلال جلسات تفاعلية تشاركية. فيها بارت بيكون عم نحكي فيها أول شيء عن conflict resolution، ننتقل على peace building، بيرجع بيكون في activities عم يعملون سوا، واخر هذا النشاط عم بيكون في تعريف عن مسابقه رسم اسمها درو ذا لاين. هذه المسابقه هي تيرسموا بقلم رصاص مثل ما قلنا، وبس بقلم رصاص، لانه هذا النوع الرسم بحبوه الاطفال، خصوصا بيكونوا عم يستمعوا للاستاذ بالمدرسه بيكون عم يرسم على الدفتر. مزبوط. هذا الفن الصغير نقلناه تيصير فن على ورقه كبيره، وكان في كومبيتيشن بين 1200 تلميذ. وهدول 1200 تلميذ تنقى منهم 6 اشخاص، رح يكونوا هن اول 6، ورح يكونوا عم ينعرضوا رسماتهم كلهم
بس الستة بالتحديد رح ياخذوا جوائز بالال اي يو جمعة الجاية ب 15 شهر. طب هون يعني عم تحكي عدد هائل، يعني 1200 رسمة تقدموا من هالاعمار وبالاخر تم اختيار ستة. صح. يعني كيف تم اختيار هالعدد الصغير من اصل يعني هالاعداد الكبيرة اللي وصلت لعندكم بالاول؟ هلا انا بهمني نوه انه نحن الجلسات تبعنا بيكونوا ل 20 شخص ل 25 ماكسيموم، يعني ال 1200 اللي اشتغلنا معهم 25 25، كرمال تكون الجلسة قد ما فينا الأشخاص يطلعوا من هذه الجلسة أخذين معهم بجاج إذا بدك يقدروا يطلعوا فيه لبرا. فمن بعدها عملنا كذا سيلكشن توصلنا للفاينل سيلكشن اللي هن الستة الأخيرين. يعني فعلا هذا مشروع مش هين ابدا، لانه مثل ما قلنا يعني موضوع كثير اساسي، وحتى بلبنان نحن بنعرف قديش بنعاني منه. صحيح. يعني اذا واحد بيلاحظ ريما بالفتره الاخيره، يعني حتى اذا واحد ما بده يبعد كثير، ما بده يرجع كثير لورا غير الايام الصعبه اللي نحن قطعنا فيها واهلنا وغيرها، هلا اذا واحد بيرجع بيشوف انه شغله صغيره كيف بتولع هالشباب، والشباب هن اكثر ناس عم بيغلوا لانه ما عاشوا ايام الحرب وصعوبتها وبشاعتها، بفكروها انه هي بس هيك لعبه صغيره قطعت وخلصت. فهون لما بدنا نشوف انه هل الاطفال بهالعمر بالتحديد، لانه هن هدول عم بياسسوا الجيل اللي بيشبه الجيل اللي كان غرقان بالطرقات بامور فعلا واحد يعني بيزعل اذا بيفكر فيها، وبس يقول ويشوفها بيقول يعيب الشوم. بقى بكل هالنهار اللي كان عم بيصير، حتى قديش بتفكروا انه من خلال هيك نشاطات توعيه وحتى يعني متابعه معهم لهالاطفال عم تقدروا تخلوهم انه يوعوا انه هيدا الشيء هو كثير خطر، ما تفكروا انه شيء انه السلام هيك بيصير بس واحد بيعمره بورقه، لا. اكزاكتلي. بين اللي كانوا عم بيرسموا كمان في منهم قدموا ورقه بيضة ما رسموا عليها شيء، انه قالوا هيدا السلام. هو مش هيدا السلام، السلام بدك تشتغلي له، بدك تغيري من نفسك حتى توصلي له، هي يعني تربيه بالاخر. صحيح. والشغل اللي كمان انتوني عملها بالجلسه، اعطاهم لكل اولاد ورقه ملونه كل وحده لون، وقال لهم رسموا اجركم. بقى الولد قام ورسم اجره وقصه، واعطاهم ورقه كبيره لزقوا الاجرين، وقال لهم هيدي اول خطوه نحو السلام. انتم كيف بتشوفوها؟ كل واحد صار يكتب كيف بالنسبه له اول خطوه للسلام. يعني هالقد تفاعلوا بالجلسه انه اكيد استفادوا الاولاد. اكيد. وهيدا بين بالرسمات اللي جابوا لنا اياهم، يعني كان كتير صعب ننقي ستة من كل هالرسمات قد ما كانوا كلهم حلوين بصراحة. أكيد أكيد. يعني أنا فوجئت إنه الأولاد عنا هالقد خلاقين، وإنه في بتحسي إنه في شغل، خصوصا نحن حكيهم على البولينج، إنه كيف معاملة الآخر، كيف الأخذ والعطاء مع الآخر، إنه هيدا كتير تفاعلوا كتير، انا بعتقد كتير استفادوا. اكيد. يعني كان شيء حلو كتير. طب هون كمان تنقلكم يعني بين كل هالمدارس بكل هالمحافظات، يعني عدد قديش كان موجود بالنسبه للنادي وبالنسبه لكمان منتور اريبيا، يعني كيف قدرتوا تقسموا كل هالنشاطات وهالزيارات بكل هالمدارس، وقديش استمرت الفتره؟ اوكي. نحن مبدئيا كل شغلنا بالمدارس بلبنان هو بالتعاون مع وزاره الشؤون الاجتماعيه، فكان في عنا تعاون كتير كبير حتى بهذا المشروع مع وزارة الشؤون. من بعدها كان في تقسيم للمدارس، كنا نحن كمؤسسة منتر العربية عم ننتقل من مدرسة لمدرسة، وصلنا إذا بدك بغير بيروت، وصلنا لعكار مدرسة الأبيات، وصلنا على منطقة هي على الحدود السورية اسمها عزة. فكنا كل المناطق اللبنانية وعلي وشوف كل المناطق اللبنانية غطيناها. كنا عم ننتقل من مدرسة لمدرسة، كل مدرسة عم بيكون فيها مثل ما قلنا سيشن ل 20 تلميذ 25 تلميذ اللي هن صفوف إذا بدك سكوند وباك. أيام كنا عم ناخذ صف أصغر حسب المدرسة. نحن أوريدي برامجنا مبنية على المدارس على برامج طويلة الأمد. صحيح. يعني بس هيدا النشاط أيام بتضطري تكوني عم تعملي نشاط هيك أويرنس سيشنز كرمال تكوني عم تنشر هذا الوعي اكثر مكان جغرافيا ممكن، بس بفتره قصيره. يعني تقريبا اخذت معنا حوالي شهر ونص شهرين، ما كانت فتره كثير كثير كبيره. اكيد. بس قدرنا بالنهايه في فريق عمل كامل متكامل بمؤسسه منتر العربيه هو عم بيقوم بهذه النشاطات، وكل واحد عنده الرول تبعه عارفه كثير منيح، والهدف بالنهايه هو نوصل المسج لاكبر عدد ممكن من العالم.
كرمال هيك كتر خير الله قدرنا وصلنا لهدول الاشخاص. اكيد يعني هون كمان ومثل ما قلتي ريما يعني بالنسبه لعملكم المستمر دائما كنادي روتري، يعني هالمره نادي روتري بيروت سيدرز عم بيتعاون كان مع منتور بالنسبه لهالموضوع اللي هو موضوع فعلا كثير اساسي. انتم كمان كيف كانت المشاركه تبعيتكم معهم يعني بالبرمات ومن بعدها بالاختيار؟ مزبوط. هلا هلا مرقوا صور بفرجوا كيف كانوا كيف كنا عم نتفاعل مع الولاد وكيف عمال نشتغل معهم ويحضروا. وهلا هون اذا بتشوفي هيدا جروب حطوا اجريهم على هيدا وطلعوا يفسروا انه هن كيف بشوفوا السلام وكيف هيدا بقى. ما كانت سهله طبعا اكيد ما كانت سهله، بس كانت حلوه، تجربة حلوة كتير. وقديش فعلا حسيته انه هالطفل قادر هو فعلا يحس حاله انه هو خلص بده يكون مسؤول عن المجتمع، لانه بالنهاية هن بعدين بدهم يمسكوا هالمجتمع، وكمان قديش قادرين هن كمان يكونوا عنصر مؤثر على اهلهم حتى. انه هلا هن صاروا قليل صاروا يعرفوا كيف يتفاعلوا اذا كانوا بموقف خطير او بموقف مزعج، يعرفوا كيف يتصرفوا، كيف يعاملوا الثاني. يعني نظرتهم للشخص الاخر تغيرت كمان. أيه. هون نهار ب 15 شهر ان شاء الله راح يكون الحفله النهائيه. صح. خلينا بس نقول اي ساعه وكيف راح تصير وكيف راح يتم توزيع الجوائز على هالست في انفيتيشن انا اوكي كان احنا بالالي يو ب 15 شهر الساعه 6 عشيه اكيد راح يكون في سيريموني، راح يكون فيها اكزيبيشن للرسمات، وكمان راح يكون فيها توزيع جوائز للاشخاص الربحانين، وراح يكونوا كمان التلاميذ اللي شاركوا معنا بهذه المسابقه موجودين. انا بس كان بدي اقول شغله كرمال التوجه كيف عم بيكون لهدول الاطفال. نعم. اليوم نعرف انه السلام فيه يبلش على صعيد فرد، فيه يبلش على صعيد مدرسته، فيه يبلش على صعيد الحي. صحيح. يعني احنا ما بدنا نكبر له اياها كثير للولد، في هدول ثلاثه ليفلز فيه يكون عم يشتغل عليهم. ونحن الامثله اللي بنعطيها بالسيشن بيكون كثير كثير بسيطه. يعني كثير بنجرب نقرب القصه لتصير كثير بتشبهه لهذا الشاب. وقتها بنكون عم نعطي الاكزامبل قريب لحياته اليوميه، ساعتها بتصير القصه أكيد. سهله. وقتها يكون عم يشتغل على سعاده الفرد كيف هو بيقدر باكزامبل كثير صغير يوصل حاله تيوصل مسج، عم بيكونوا كانوا الكلمات اللي عم يكتبون كثير قريبه منهم. صحيح. يعني اني حب ابسط القصص، اني حب اني ما عمل تمييز بيني وبين غيري، القصص اللي بيعشوها يوميا كانوا عم يكتبوها، فكل انسان بس يشوف انه بيقدر يبلش من حاله بتصير سهله القصه. وهيدي الشغله الاساسيه فعلا، كل واحد فيه يبلش من حاله، ما ينطر حدا ثاني، هو يبلش والباقي كله بيصير بعدين بهونه كله بيقدر يحققه. اكيد كل التوفيق ان شاء الله لهالنشاط وايضا للنشاطات الاخرى اللي رح تصير من بعدها بين النادي وبين جمعيه منتور. نحن بنشكر وجودكم معنا، اهلا وسهلا فيكم ويعطيكم الف عافيه فعلا على هالنشاط. شكرا كثير. شكرا لك. رح نتابع محطاتنا بعد لحظات، خليكن معنا.